إلى ملف آخر، فقد أعلنت مصر وتركيا رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد، وتهدف إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.